اليوم اريد اخذكم على واحد من اجمل الشواطئ مو بس بتركيا انما بالعالم كله. اليوم جولتنا حتكون من الالودانيز في فتحيه. لازلنا في فتحية في جنوب غرب تركيا. اليوم حنزور وياكم واحد من أجمل الشواطئ على مستوى العالم وهو الألودانيز. انطلقنا من مركز فتحية متوجهين جنوبا إلى الألودانيز. الطريق يستغرق نصف ساعة والطريق جميل جدا. أول شيء نسوي قبل الوصول إلى الساحل هو التوقف على الطريق لصعود جبل بابضة عن طريق ركوب التلفريك. هذا المكان معروف لهواة القفز بالمظلات، حيث ينزلون من القمة إلى ساحل ألودانيز، وبعد ذلك رح ننزل إلى ساحل ألودانيز ونمشي على طول الساحل حتى نشوفكم جمال هذا المكان. نصعد المكان وسط الجبال. قررنا نجي احنا في فترة اللي يكون الناس بها اقل، والا الازدحام حيكون يعني احنا فتنا عادي يعني جدا مريح الشغلة وماكو ازدحام ولا سرة، لكن في فترة الصيف بسبب انه اصلا هي مدينة فتحية، هي مدينة سياحية للغرب اصلا، هم يجون كثير عليها والاتراك يعني بالدرجة الأولى، فلهذا دائما نحاول أنه نجي بالفترات اللي تكون off season، حتى غير هذا أنه الأسعار أصلا تكون أقل يعني سواء الفنادق وغير الزحمة. فبالنسبة لنا كتصوير أفضل لنا، بس أكيد بالصيف أحلى أنه تقدرون تسبحون. هذه فنادق صايرة وسط الغابات. وصلنا إلى مرحلة إنه الارتفاع صار كلش عالي، هسه إحنا يعني باقينا شوية وراح نوصل، بس بدينا الغيوم تجي علينا بشكل هسه إحنا بوسط الغيوم، فجأة هاي الكابينة مال التلفريك اللي قاعدين بيها بدت تبرد، تشوفون الغيوم شلون تتحرك؟ منظر رهيب رهيب. المشكلة إنه مو محضرين وما جايبين يعني ويانا ملابس تخينة، الحمد لله إنه ليلي لابسة. بس بالصيف اكيد ما حتكون هالشكل هذا، ما اشوف اي شيء قدامي، انسدت تماما، احنا بوسط الغيم، كانه اكو بطء بيها. لو احنا هذا شعوراني اذا احس بيه ما ادري، انه شعور داخلي نابع من الخوف. بس لا والله ابا كواك، شنو القصه؟ يبدو ان الغيوم بدات تعيق. ها كانه حتى البحر ما نشوفه من جوا اصلا، بدنا نشوفه. أنا أكبر شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك سؤال يطرح نفسه، إذا لن نستطيع مشاهدة البحر فلماذا صعدنا إلى هذا؟ هذا السؤال هسه دا أقول أنا شنو، بس حنتبهذل ونصعد؟ شو كش مش حنشوف كتيبة راح؟ إحنا بنص قيمة. لا لا لا. أهلا وسهلا بكم في عالم الغيوم.
ما ولا شيء فيه. إنه لا يرى شيء أصلا. لابسه واحنا مش لابسين. هاي شنو هاي؟ طلعنا من التلفريك اللي على قولت ليلي تعرفون ليش يسموه تلفريك ليلي؟ ليش يسموه تلفريك؟ Because it's freaky. It's freaky. كل شيء يخوف بس يعني المنظر رهيب. احنا صحيح ما متحضرين ما متوقعين انه الجو حيكون بارد ووسط الغيوم. احنا فعليا هسه بنص الغيمة. حندخل اكو طبعا مكان خاص للي حابين يطيرون بالباراشوت. والناس بعدها مستمرة اللي تنزل بالباراشوت جايين وبعدهم مكملين معهم لا غيوم ولا اي شيء. شايلين وياهم هذه الباراشوت. فانا اقول القتلة هذول شنو شايلين وياهم جايين من الجو لي فوق؟ شايلين وياهم الخيام مالتهم عبالي يسوون يعني كامبينج. فقال لي هذا الباراشوت هو نفسه. يعني شو نسوي؟ يعني ناس احنا بعيده عن هذه الرياضات. انتم تقدرون؟ اي او اكو احد مسوي هذه الرياضه سابقا او لا؟ احنا من النوع اللي ما نسوي هذا الشيء ابد ما نتهور ونجازف بحياتنا. بس انتم اكيد اكو ناس يعتبروها فد هوايه وعندهم هذه الجرأه. احنا ما موجوده، اكتبوا لنا بالتعليقات. يعني الهدف الرئيسي كان للصعدة. إذا تسألون مثلاً هل هي تسوى إنه واحد يصعد له لا؟ طبعاً بالمناسبة الأجرة اللي دفعناها لشخصين كبار وليونس يونس طالب فصارت له تخفيض 170 كلها 650 للي ما دفعنا لأن طفلة بعد صغيرة 650. فهل هي تسوى مثلاً إذا عائلة كبيرة؟ هي بس أكو منظر تركبون هاي فكرة التلفريك وتصعدون إلى مسافة 1200 متر. فتشي هو منظر حلو يشوفون البحر. للأسف احنا ما قدرنا نصور البحر لأنه بسبب الغيوم. بس إذا جايين بالصيف احتمال كلش حلو نشوفون البحر من فوق. فهسه راجعين نازلين على البحر الميت مالتهم. بس مو أي بحر. تعالوا ويانا خلينا نشوفه. أوه أقول لك أنت شو بتغدي؟ كل شيء ما ماكل وبطاقة فاصلية. لا اليوم راح نوصل اليونان. أقول لك أشواني كل شيء ما داشوف هذا دخان لو غير الجبل. وخلصنا جولتنا بالتلفريك وهسه متوجهين الى منطقة البحر بالألودانيس حتى نشوفه. تعالوا ويانا. هذول اللي تشوفوهم على ما يبدو هم يتدربون على استخدام الباراشوت. فلان دي يمشون مسافات بسيطة ويرجعون ما دي يكملون دي يعلمهم على توجيهه. شايفين لون المي؟ المي تركواز بدا على اللون. يعني سبحان الله التدرجات مال المي
رهيبة رهيبة. هسا رح ننزل بعد شوية جوا المنطقة، سياحية بامتياز من الدرجة الأولى. فأكيد الأسعار أيضا حتكون بيها غالية، وخصوصا بموسم الصيف ما بيها شقق، ما بيها بيوت، هي مو منطقة سكنية بس عبارة عن فنادق ومنتجعات بهذه المنطقة. السواحل ممتازة للسباحة، واحدة من الوجهات اللي كثير من السياح الأجانب أو حتى الأتراك يجون حتى يسبحون بيها. احنا وماشيين بالطريق طلع لنا هذا الخنزير البري من الغابة، كان جوعان فكسر سلة المهملات وصار عصبي. احنا والناس كنا وقفنا مثل الاصنام، وهو همينا وما تعرفون منو خاف من منو. بدنا نمشي حاليا من مركز او بداية البحر او البيتش اللي الناس تروحها، بس احنا رايحين على فد مكان البحر او ساحل البحر الناس تسبح عليه جدا مميز. ليش؟ لانه طالع الساحل او البحر يتوسط طبعا مثل الجزيرة. ما اعرف اذا احكي الصراحه هسه اني دا اخرط كل شيء ما دا افتهم ايش دا احكي اني شو يسموه هذا هايات هذا. خل اشوفكم صار طبعا ما دا اعرف اوضح لكم شلون. احنا كنا قبل شويه جينا من هناك مشينا هذا ممر، بس احنا دا نمشي هنا وصلنا يصير هذا الممر الترابي توسط البحر، فشنو ينطي هذا المنظر حلو، والسباحة بهذه الأجزاء كلش ممتعة وحلوة. ليش؟ لأنه راكد المي. فهسه احنا متوجهينها شوية بعيدة، موجودة هاي في سيارات البقيز، إذا واحد ما عنده سيارة ما ممكن تاخذوها، بس احنا متوقعنا أنه المسافة هلقد طويلة، فبس ما باقي لنا شوية ونوصلها. وصلنا إلى طرف هذا الذراع أو شبه الجزيرة. هسه راح أشوفكم منظر من فوق بالدرون. المعنى الحرفي للأولودانيز هو البحر الميت بسبب مياهه الهادئة حتى أثناء العواصف. أما الاسم الرسمي فهو البحيرة الزرقاء بلو لاغون. وقد تم اختيار شاطئ أولودانيز كأجمل الشواطئ في العالم في عام 2006. موجود شاطئ رملي عند مدخل الألودانيز، لكن شاطئ الألودانيز نفسه ليس شاطئ رملياً بل حصوياً. هذه البحيرة اللي تشوفوها قد تتصورون للوهلة الأولى هي جزء من البحر، بس بالحقيقة هذه هي بحيرة ذات مياه عذبة بسبب وجود منافذ مياه الينابيع الجوفية في قاع البحيرة. وهذه البحيرة مفصولة عن البحر بهذا الذراع الرملي، لكن بسبب وجود منفذ صغير إلى البحر فإن المياه المالحة تدخل كذلك إلى هذه البحيرة مع تأثير المد والجزر، مما يجعل مياه البحيرة متجددة وصحية.
هذه كانت حلقتنا لليوم من الأردنيز في فتحية، إن شاء الله حبيتوا حلقتنا وغيرتوا جو ويانا بمنظر البحر والجبال والطبيعة الحلوة. خليكم دائما متابعين جولاتنا، لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه، ولأي شخص حابب يدعم جولاتنا فرابطنا بالباتريون موجود بصندوق الوصف أسفل الفيديو. نشوفكم بغير حلقات، في أمان الله.